كوزو كبابة. يعني بالتركي او بالمصري هو كوزو كبابة بالتركي. الكوزو اللي هو اللحمة الضاني من الموزة. الكباب اللي هو كباب. هنعمل ايه؟ هنقول مقاديرنا الاول. ده توم. ادي كمون. بهارات. ملح. فلفل. وادي ست سمية. وادي فلفل تاني اهو. ادي كزبرة خضراء. ادي اللحمة بتاعتي ببوكيه الجرنيه بتاعها اهو. بالجزر بالبصل بكل حاجة حلوة فيها ايه. وادي رز مطبوخ نص طبخة. نص سوى يعني اهو. كده. بعد كده يا سيدي اقلبهم كلهم مع بعض. اللي فوق تحت واللي تحت فوق. نعمل ايه بقى يا سيدي؟ نجي كده اهو. وادي الزيت قدامنا. اغرقها كده في الدقيق.